وفي العلا رهب تلتقي ضيفتها وصديقتها ماريا لوبيز. هولا ماريا. راحة. كم أستاذ. You finally here. I can't believe it. Yes. Finally. I finally in Saudi Arabia. ماريا لوبيز مغامرة رياضية من إسبانيا، حاصلة على ماجستير في الإدارة الرياضية من مدريد، وصاحبة صولات وجولات في مجال الاستشارات الرياضية بين بلدها ودبي ودول الشرق الأوسط. سيدة أعمال هدفها الدائم تطوير الأعمال الرياضية، وشعارها عالم أفضل وأكثر صحة للعيش فيه، ووقت فراغها مخصص لهوايتها المفضلة التزلج على الأمواج. صديقة العمر ماريا. I'm just explaining who you are. So هي رائعة جدا، شخصيتها صراحة ما أعرف كيف أوصفها، تعرفوا عليها ومرة مبسوطة إن هي موجودة معايا في العلا. And we're gonna go on an adventure. حنروح على مغامرة مع بعض. Ready? Ready. Oh wait. Hola, estoy en العلا. Es un día especial. Porque mi amiga, similar mi hermana, María, está aquí. En Saudi Arabia. Genial. Sí. Do you speak Spanish? Yes, sí, hablas no. español. Oh, I'm excited. Ready? Ready? Vamos. I'm driving. Can I trust you? Maria, after all these years, you don't trust me? I always will trust you. Vámonos. Maria, ahora you get to meet Serwit, who's my co-host of the program. It's really cool. We're very similar in a lot of aspects, like how adventurous. We're also very competitive. We like climbing, but we're in the same time very different personalities. سعود برضو قاعد يقود السيارة ومتجه للقاء ماريا ورها. Oh, that's سعود. أهلاً. هولا. Hi, سعود. كيف الحال؟ الطريق شوي مطبات ها؟ كيف أموركم؟ تمام. All good. Good. نتقابل في المحل بعرفك على ماريا. ماريا، nice to meet you ماريا. جاهز؟ جاهز. مامونوس؟ كل عام. مع لقاء سعود بماريا قرر يوريها خبرته في اللغة الأسبانية وقدرته على الحوار ومعرفة المفردات. الحمد لله على السلامة. أهلاً أهلاً. كيفك؟ ترى على السلامة. الله يسلمك. شلون طريق؟ تمام. والله فول. أبعرفك على ماريا. هولا ماريا. كم أستاذ؟ موبين؟ nice to meet you. ماريا زي أختي، عشنا أشياء كثير مع بعض. I'm explaining about you. وأول ما تيجي السعودية ومرة متحمسة أعرفها على جمال المملكة. لا ومحظوظة أنا جات أول شيء العلا. So جات العلا. To علا. Thank you very much. It's the most beautiful مدينة in Saudi Arabia. In Arabia Saudita. Okay, perfect. Is it perfect? perfect. Very lucky to start in Al Ula, لأنه صراحة it's beautiful. Maybe teach him a few words. أنت تعرف؟ أها، أنا أعرف مثلاً. Hola. Hola. Estás muy bien. Mi nombre es. Mi casa. Mi casa. What's meaning of mi casa? بيتي. Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Like feel. All right. يعني أهلاً بك في بيتك. Yes. It's a famous sentence. Like mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Let's go. هذه جديدة كمان. Por favor, please. Por favor. Let's teach him vamos. 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 يلا يلا يلا. So vamos por favor. Vamos. يعني بسرعة هون. المغامرة عنوانها جولة عبر الدراجات الرباعية في أرجاء صحاري العلا. سعود أشوفك أنت جاهز. أنا مشخص. Saying سعود looks like he's going to war. رايح الحرب كده شكلك. جاهز. You look like a gladiator. بس ما ندري عن الواقع، نشوف يعني تزبط ولا لا. أنت إيش أخبارك مع ال؟ جيد يعني كويس، بس ما أدري يعني هنا أول مرة أسويها. من جد؟ يلا. Ready؟ نبلش. يلا. Ready. أهم شيء safety. سعود على دباب، ماريا على دباب ثاني، وخلفها رها. وقبل ما تبتدي المغامرة غرزت دراجة البنات في الرمل وصاروا محتاجين مساعدة. ها ساعدكم شوي. يلا يلا خلنا ساعدكم. يلا 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 بساعد. Just a second. Just a second. Okay. Just a second. One, two, three, go.